سلام، اليوم رح نتعلم شغلة جديدة مثل ما تعودتوا علينا. فيديو جديد من فيديوهات رفلو فارت تشانل. اليوم رح نتعلم كيفية صناعة هذه الزهرة من الأسلاك المخملية فقط. أنا بحاجة إلى أسلاك مخملية وبحاجة لمقص سنوي. اليوم حب الزهرة، تفضل سنوي. أنا بحاجة إلى سلكي مخمليين باللون الأخضر، وفينا نقلهم كمان البايب كلينر. اللون الأخضر عدد 2، اللون الأصفر أيضا عدد 2، اللون البنفسجي عدد 4. هون بدي أذكركم أنه أنا ما في بس يعني بس بقول بنفسجي، أنتوا لاحظتوا أنه هون عملناها بالزهري. اللونين الثابتين هما الأخضر والأصفر فقط، بينما اللون الخارجي للزهرة فيكن تختاروا اللون اللي أنتوا بدكن إياه. أهم شيء يكون عندي 4 أسلاك. الخطوة الأولى اللي بدي أعملها، بدي جيب السلك المخملي ولفه بشكل متعرج ليصير عندي هيدا الشكل. طرفه رح لفه من الأسفل وبفتح السلك بهالشكل هيدا، أضعه جانبا. نأتي للون البنفسجي بنفس الطريقة، ولكن الأربع أسلاك مع بعضها خط متعرج، والجزء الأخير منه رح لف القاعدة تبعت الزهرة تاعتي. صار عندي أيضا هالشكل هيدا. رح جيب الأصفر وأضعه بالداخل بهالشكل، أيضا أضعهم جانبا لصناعة العرض. نأتي باللون الأخضر وسلك واحد نتنيه بالوسط بهالشكل، وبدي لف القاعدة كتير منيح واترك جزء منها. آتي بالأخضر الثاني بقسمه لنصفين، هاي الزهرة صارت عندي بهالشكل. نأتي باللون الأخضر اللي قصيته، بعمل هالشكل شكل بيضاوي وبلف الطرف فقط هالقد. نفس الشيء بالجهة الأخرى، بترك طرف وبلف بهالشكل. نأتي بالعرق ونلفه على الورقة، نلفها بالعرق أيضا من الجهة الأسفل بشوي. نثبت الورقة الثانية صار عندي هيدا الشكل. الآن الجزء اللي بقي من هون بدي ثبت الوردة ببعضها، هيك أنا عم متن الغصن. نتأكد ننتبه ما يشك السلك المعدني بإيدنا، منروس الطرف شوي، بكبس عليه وبكبس عليه من هون كمان، ونفتح الزهرة اللون البنفسجي
هالشكل هيدا وهيك انا كون خلصت صناعة الزهرة. صار عندي اللون الزهري واللون البنفسجي. ان شاء الله تكون عجبتكم فكرتنا لليوم، بنصحكم تجربوها كتير حلوة وبسيطة جدا، ما بحاجة لألوان وما بحاجة لألم ولا شيء. وإلى لقاء آخر بفيديو جديد من فيديوهات رفلو فارت شانل. مثل العادة ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب إذا عم بيعجبوكم فيديوهاتنا. باي.